السلام عليكم. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، وهذا بعد تماطل وزارة الصناعة في الإعلان عن قائمة الوكلاء الجدد، وذلك بعد أكثر من سنة من بداية دراسة الملفات. وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى ترأسه يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 اجتماعا لمجلس الوزراء على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع جهويا وفي المدن الكبرى كشرط لقبول ملفاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات. سلام.